احنا جينا من طنجة الى الدخلة باش نحيوا هذه المسيرة العظيمة، هذه المسيرة اللي حياها المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني، هو اللي اعطى انطلاقة والأمة والشعب المغربي لهذه المسيرة. وإحنا يا خادم الأعتاب الشريفة سيدنا، إحنا دائما نخدموا الأعتاب الشريفة سيدنا، الشعب المغربي كامل ورجال البحر التقليدي أو قطاع الصيد البحري، سواء من طنجة إلى الصحراء إلى الجنوب إلى الشمال، كلنا يد في يد وراء صاحب جلالة الملك محمد الثاني صلى الله عليه وسلم. نجوب على ذلك الشعب المغربي، الشعب المغربي.
يلا سير. احنا اخوان شعب مغربي جينا من طنجة جايين غادي ان شاء الله حتى الداخلة كنحيوا هذه الذكرى الكريمة احنا بسيفتنا كسائقين لهذه القافلة هذه، وخا رغم الصعوبات ورغم الطريق بانها قاصحة شويش ومخرقة يعني كاك جايين ومغامرا وراء سيدنا نصره الله، واللي كنتمناو بالله سبحانه باننا غادي نكونوا كلنا خوت الى الابد، هادشي اللي كنطلبوا من الله سبحانه. شكرا. واخا المصاعب ديال الطريق الانسان في سبيل الصحراء تحدينا الطريق جينا نشوفوا الاخوان ديالنا في الصحراء وكنقول لهم راه حنايا معكم قلبا وقالبا ان شاء الله من اجل استرجاع جميع مناطق المغرب لاستكمال الوحده الترابيه ديال بلادنا، وحنا جنود مجندي مع القوات المسلحه الملكيه مع رجال الامن الوطني في سبيل الدفاع عن الوحده الترابيه. شكرا.